إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلابنا الأعزاء، كيف حالكم؟ إن شاء الله دائما بخير. درسنا لهذا اليوم هو عن المنهج الجديد للغة الإنجليزية للصف السادس الابتدائي، شرح وحل أسئلة امتحان الشهر الأول، تشرين الأول، شهر العاشر، يونت 1. كان داخل بالامتحان منهج العام الدراسي 2018-2019، المنهج مالتنا الجديد English for Iraq. يجب على التلميذ تعلم معرفة كيفية استخدام حفظ كلمات الدرس، قراءة واملاء ومعنى، يعني يتعلم شلون يجاوب على النموذج مال الأسئلة. علق بتم إذا وصلك الفيديو المنشور لضمان متابعتك لنا. اسم قناتنا على اليوتيوب وصفحتنا على الفيسبوك English with وائل، الإنجليزية مع وائل. اشترك الآن، سبسكرايب إذا كنت من المتابعين الجدد. الامتحان امتحنت به طلابي يونت 1 الفصل الأول، written test الاختبار التحريري الأول، monthly exam الامتحان الشهري، شهر العاشر، شهر تشرين الأول. يرجع مراجعة فيديو الدروس السابقة بقائمة التشغيل الخاصة بكم اللي هي انجليزي سادس ابتدائي الجديد. الصفحات اللي كانت داخلة بالامتحان من صفحة 6 page 6 to page 21 صفحة 21 من كتاب الطالب والكراسة والدفتر مع الملاحظات. شكرا لله وشكرا لكم لدعمكم وتشجيعكم. شاركوا الفيديو لكي تعم الفائدة. زكاة العلم نشرة والدال على الخير كفاعلة. هذا نموذج أسئلتنا لهذا الشهر إن شاء الله. امتحنا والحمد لله. أريد أعطيكم نصيحة قبل ما أبدي، أنه أنت من تريد تجاوب على الأسئلة، أول شيء أخذ لك فكرة سريعة عليها، عرفت هي كم سؤال، افتهمتها، المطلوب شو تسوي، تبدي تحل. شو تحل؟ أول شيء القطعة الخارجية هي راح تكون سؤال أول. أنت أنا برأيي تخليها آخر شيء، تخليها القطعة الخارجية آخر سؤال. ليش؟ لأن القطعة الخارجية تعتمد أول مرة تقرأ هاي القطعة يلا تحل أسئلتها، فهذا الشيء ياخذ من عندك وقت. فانت وليش تضيع الوقت مالتك القصير بهاي الاسئله بين ما تقرا قطعتها وتفهمها وتقرا اسئله وتحلهن؟ فالافضل انا برايي تروح تحل الانشاء، تحل الاسئله مال قطع الكتاب اللي انت حافظهن اصلا، تحل الخط، تحل الاختيارات مال القواعد، تحل المفردات. اخر شيء اللي هو صح سؤال اول، بس انا برايي تخليه اخر شيء هو القطعه الخارجيه. زين، هسه خلينا نتخيل ونعتبر ان انت خليتها اخر شيء، شلون تحلها؟ من تريد تجي تحلها اول مره، انا برايي مور سن تجي وتحل بالاسئله مالتها. شو تسوي؟ طبعا هاي رقم الاسئله اللي وصلتها لحد الان رقمها 31. شو تسوي قبل ما تبدي بحل الاسئله؟ خلينا نقول انت قلنا القطعه الخارجيه خليتها اخر شيء، حليت كل شيء وخليت اخر شيء قطعه خارجيه. وملاحظه اخرى ان الشيء ما تعرفه عبره، خلي له مجال، اترك له فراغ، ورا ما تكمل حل التعرفه وارجع على المتعرفه ارجع حله، لان وقت مالتك قصير ويمشي بسرعه، فانت لازم تستغل الوقت وتحل التعرف بعدين المتعرفه تخليه. والقطعه الخارجيه يحتاجها وقت تفكر وتفهم تعرف يلا تقدر تحلها، فبرايي تخليها اخر شيء. خلينا نتخيل انت خليت القطعه الخارجيه اخر سؤال، شلون راح تجي تحلها؟ راح تجي اول شيء قبل ما تقرا القطعه الخارجيه، يعني برايي اقرا الاسئله اول مره، اخذ فكرة، اتعرف على الشيء المطلوب اصلا، وراها روح اقرأ القطعة الخارجية، وراها تجي تحل الاسئلة. يعني خلينا نقول عدة مراحل، راح تصير المرحلة الاولى تقرأ اسئلة القطعة الخارجية، المرحلة الثانية تقرأ القطعة الخارجية نفسها، المرحلة الثالثة تقعد تحل الاسئلة مالتها بالورقة مال اجوبة. راح اقرأ لك على سريع وراها راح افهمك هسه. نمبر 1 مع القطعة الخارجية اسئلتها. نمبر 1 يقول لك they live in بغداد، هم يعيشون في بغداد. نمبر 2 يقول لك وسام has two cousins، وسام عنده ولد خال اثنين. نمبر 3 يقول لك وسام is 13، وسام عمره 13. نمبر 4 يقول لك his brother is older than him، اخوه اكبر من عنده الوسام. نمبر 5 يقول لك his sister's name is هبه، اخت وسام، يعني اسم اخت وسام هي هبه. والأخيرة نمبر 6 وسام has a brother and a sister، وسام عنده أخ وأخت. هسه أني طالب شاطر وحريص على وقتي، فش سويت؟ حليت الأسئلة كلها، خليت القطعة الخارجية آخر سؤال.
جيت أريد أحل القطعة الخارجية. أول حالة أجي أبوع أسئلتها، قريتها، فهمت الفكرة المطلوبة، مثلا انتبه على العمر، انتبه على المكان اللي يعيشون بيه، انتبه على عدد ولد عمه، انتبه على عدد إخوانه، انتبه على منو الأكبر منه، أخوه لو أخته، انتبه على اسم أخته. فهمت الأشياء المهمة. هسه أروح أقرأ القطعة الخارجية. من أرد هسه هاي فهمك عليها الكليشة مالتي. خلي أقرأ لك القطعة الخارجية. question 1 هو أي. طبعا انا اعتمدت التقسيم مال الدرجات الجديد، قسمت لكم الاسئله شفتوها الى 5 اسئله، كل سؤال بي اي وبي، كل سؤال فرعين، بس السؤال الثالث مفردات فرع واحد، والسؤال الخامس انشاء فرع واحد. السؤال الاول هو اي قطعه الخارجيه، والبي قطعه الكتاب، الثاني القواعد اختيارات، والثالث وظائف توصيل. العفو، الثاني اي اللي هو اختيارات القواعد، والثاني بي اللي هو وظائف توصيل، والثالث مفردات قلنا نملي الفراغات بكلمات، والرابع بي فرعين، فرع املاء وفرع خط نعيد كتابة الجملة ونحط لها حروف كبيرة وصغيرة، والأخير الخامس اللي هو إنشاء. هاي الكليشة خلي أفهمك إياها قبل ما أبدأ القطعة، حتى من تشوفها تفهم يعني إيش مكتوب بالأسئلة مالتك، مو هيك ما تفهمها. 6th grade يعني الصف السادس. name and section اسمك وشعوبتك اكتب، والtime الوقت اللي راح يستغرق الامتحان، اذا درس نكتب ايش قد، واذا نص سنة نكتب اكثر الوقت مالتها. in the name of Allah the beneficent the merciful يعني بسم الله الرحمن الرحيم. monthly examination for English in October الاختبار الشهري للغة الإنجليزية في شهر تشرين الأول يعني العاشر 2018 2019. تريد تقرأها 2018، تريد تقرأها 2018 بالإنجليزي بها قراءتين يعني للسنين. المهم العام الدراسي 18-19 first attempt اللي هو الدور الأول، المحاولة الأولى، الدور الأول. primary school اللي هي المدرسة الابتدائية، نقدر نكتب اسم مدرستنا. و first month اسم الشهر الأول يعني. و English for Iraq المنهج اللي نمتحن بيه، ويعني يونت الداخل بالامتحان، يونت 1 الداخل بالامتحان. قلنا السؤال الأول question 1 فرع أي، راح نبدي اللي هو reading comprehension القراءة الاستيعابية، القطعة الخارجية يعني يعتمد هذا على الفهم مالتك. فتست فهمت الأسئلة راح تركز بالقطعة على الأشياء المهمة اللي افتهمتها بالأسئلة وراها حتى تقدر تحل بالترو والفورس. يقول لك read the following passage اقرأ القطعة التالية، then write true ثم اكتب true علامة صح كلمة وإشارة، or false خطأ كلمة وإشارة، 5 only 5 فقط، 5 marks من 5 درجات يعني كل نقطة عليها درجة واحدة. راح اقرأ لك القطعة، انا شوي دا استعجل لانه حتى الوقت والفيديو ما يصير طويل وما يشلع قلبي ويتعبني، اريد ارفعه لكم اليوتيوب. my name's وسام، اسمي وسام. هاي القطعة حاول تفهمها، انت طبعا الافضل توقف الفيديو انت تقرأ بنفسك وتفهم نفسك وراح ترجع تشوفني يعني شلون دا اقرأ وشلون دا افهمك وشلون دا احل. الافضل انت تختبر نفسك قبل ما اني اعطيك الاجوبة حتى تستفاد. I am 12 أنا عمري 12. I have a sister and a brother أنا أمتلك أو عندي أخت وأخ. الأ والآن تفيدنا أنه تبين لي واحد مفرد. My sister's name is Dania اسم أختي هو دانيا. She is older than me هي أكبر مني. She is 13 عمرها 13. My brother's name is عمار أخويا اسمه أو اسم أخويا هو عمار. He is younger than me هو أصغر مني. He is 6 هو عمره 6 سنوات. He has just started school هو للتو سجل بالمدرسة، بدأ المدرسة. I have two cousins أنا عندي أولاد خال 2 باسم and هبة. They are twins هم توأم. And they are the same age as I am وهم بنفس العمر اللي أني بي يعني هم عمرهم 12. we live near to them in Baghdad احنا نسكن بالقرب منهم في بغداد. هسه افتهمت من القطعة انه وسام عمره 12، اكو بالاسئلة كان عمره 13، اذا ذيك راح احلها خطأ، بس اروح هسه اعطيها خطأ.
افتهمت بالأسئلة إن هم يعيشون بغداد، فهناك راح ألقاها بغداد راح أعطيها صح. افتهمت إنه أخته دانية اسمها دانية مو اسمها هبة، يعني هاي النقطة مال هبة خطأ، وأخته دانية أكبر من عنده، بينما أخوه عمار أصغر من عنده. فأكو وحدة دا يقول لك أخوه أكبر من عنده، إذا مال أخوه أكبر من عنده خطأ. وبعد افتهمت إنه عنده ولد عم 2، وصحيحة هاي المعلومة، راح أروح وأحل. ملاحظة للأساتذة اللي يريدون يكتبون أسئلتهم، النموذج يعني مالتي أسئلتي بدي أكتبها، نوع الخط اللي دا أشتغله واللي يجي بالوزاري، نوع الخط اللي يكتب بالوزاري هذا اللي تشوفه قدامك اسمه تايمز نيو رومان، اللي يريد يكتب بالوورد إذا أبو مكتبة يريد يطبع، أو إذا أحد الأساتذة يريد هو يسوي أسئلته. نوع الخط من تريد تكتب برنامج وورد اسمه تايمز نيو رومان، وحجم الخط هو 12، حجمه 12 اللي يريد يكتب هيجي يعني حتى ياخذها ملاحظة إلى. راح نجي الأسئلة اللي هسه أنا قرأت الأسئلة أول مرة قلت، بعدين قرأت القطعة، هسه راح أرجع أقرأ الأسئلة وأحلهن. ليش؟ خذت فكرة على شيء مهم، ركزت من قرأتها، ركزت على الأشياء المهمة، المعلومات المهمة. نمبر 1 يقول لك they live in Baghdad، هم يعيشون في بغداد، هذا الحكي صحيح؟ اي انا افتهمت الفكره ما افتهمتها. اكو طلاب ايش عبال عبال الاسئله بالترتيب، لا يعني الاسئله عشوائيه، يعني ما هم يعيشون في بغداد كانت السؤال الاخير بالقطعه، هنا هي السؤال الاول بالقطعه، بس هي بالاسئله هي السؤال الاول، بس بالقطعه هي المعلومه الاخيره ان هم يعيشون في بغداد. اذا هسه نوضح لها، راح ارقم واحل وانتبه على الترقيم مالتي. اكو طلاب شافوها هيك الاسئله فش عبالهم، عبالهم 1 2 3 4 5 6، بينما هي الارقام انتبه عليها 1 ومقابلها 2، ال 3 مقابلها 4، وال 5 مقابلها 6. هذا علمك على عده اشكال بالنماذج مال الاسئله، والترقيم والخط كلهم لازم تتعلم منهم. كويستشن نمبر 1 اي ثاني رقمت، راح ابدي احل. نمبر 1 حليتها ترو لان هم صدق يعيشون ببغداد، كلمه واشاره. نمبر 2 يقول لك وسام هاز تو كازنز، وسام عنده ولد خال 2، هاي همتين صحيحه. نمبر 2 هي ترو صحيحه كلمه واشاره. نمبر 3 يقول لك وسام از 13، وسام عمره 13، هاي المعلومه خطا، هو عمره 12، هاي اخته الاكبر منه الثانيه هي 13. اذا نمبر 3 فولس خطا. نمبر 4 يقول لك هيز براذر از اولدر ذان هيم، اخوه وسام اللي هو عمار اكبر من وسام، هذا الشيء خطا، فولس. نمبر 4 فولس كلمة وإشارة. نمبر 5 يقول لك his sister's name is هبة، أخت وسام اسمها هبة، هذا شيء خطأ، false، هي اسمها دانيا. نمبر 6 يقول لك وسام has a brother and a sister، وسام يمتلك أخ وأخت، هذا الشيء صح، true، كلمة وإشارة. ملاحظة عندك تقدر تترك وحدة، كل ما تشوف 6 تجاوب 5 تترك وحدة، ذني عليهم 5 درجات يعني كل وحدة عليها درجة واحدة. وملاحظة أخرى، أكو طلاب سألوا شنو هذا الحرف، شو ما منتبهين هواي عليه، هذا هو حرف اي سمول صغير، بس بالطباعة بهذا بالحاسبة يطلع شكله مختلف. وهذا الحرف الطلاب قالوا هذا شنو، كان رقم 8 بالانجليزي، كان 8، هو هذا حرف جي، بس هو هم شكله يتغير بالطباعة، تعلم عليه اشكالهم بالبكالوريا ينكتبن بهاي الطريقة. السؤال اللي بعده هو نفس السؤال الاول، بس فرع بي راح يكون على القطع مع الكتاب، تكست بوك باسج، قطع الكتاب، رايت ترو اكتب علامة صح وكلمة، اور فولس كلمة خطأ وإشارتها، about two families عن قطعة عائلتان مال ماي ماجازين المجلة، five only 5 فقط 5 marks، راح نقرأ ونحل سوية. نمبر 1 يقول لك فرح's father lives in دبي، أبو فرح يعيش بدبي. نمبر 1 إيش راح أحلها؟ رقمت السؤال بورقتي مال الجواب، أني الأسئلة ما أنقلها، الأسئلة أخذها إلي النسخة مال الأسئلة، فأنا إيش راح أسوي؟ راح أكتب بالورقة اللي محضرها من بيتنا ومهيئها ومرتبها ومخططهم ومستعد، أكتب رقم السؤال question 1 والفرع مالته اللي هو بي، أنتبه على الترقيم مالتي الصحيح، وأكتب رقم النقطة وأكتب حلها، هسه رقمها 1 نمبر 1 وإجابتها فولس خطأ كلمة وإشارة. نمبر 2 يقول لك فرح إز هانز كازن، فرح هي بنت خاله بتعمل هان الصيني، هذا الشيء خطا، فولس. نمبر 3 يقول لك there are four children in فرح's family، اكو 4 اطفال بعائله فرح، هذا الشيء ترو صحيح. اللي بعدها نمبر 4 يقول لك هان از فروم تشاينا، هان من بلد الصين، هذا الشيء ترو صحيح. نمبر 5 يقول لك his family are farmers، عائله هان هم مزارعين، هذا الشيء ترو صحيح. واللي بعدها يقول لك a parrot sits
in the cockpit of a plane. الطيار يقعد بالقمرة مع الطائرة بغرفة قيادة الطائرة. فهذا الشيء ترو صحيح. اكو عندك هم ترك. وننتقل للسؤال الثاني فرع اي. السؤال الثاني فرع اي جرامر قواعد. يقول لك choose the correct word between brackets. اختار تعلم على منطوق السؤال. انا ما اقرأك اسئلة فانت لازم تنتبه عليهن وتتعلم لهن حتى بالشهري تقدر تجاوب باسرع وقت وافضل اجابة. choose اختار the correct word الكلمة الصحيحة between بين brackets الاقواس. choose 5 only اختار 5 فقط من 10 marks 10 درجات. يعني هذا السؤال هالمرة كل نقطة لها درجتين مو مثل ذنيته. راح نجي نشوف الأسئلة. نمبر 1 يقول لك how many لو how old ايش تختار يا هي من عندهن. هاي تسأل عن عدد هاي تسأل عن العمر. هاي يجي وراها لازم اسم جمع بس جمع. هاي يجي وراها لو is لو are. الدليل ما تي يقول لك is your brother ده يسأل على عمره اذا لانه اكو is. فمن نرد حل انا طلعت ورقتي كتبت question 2a number 1 اللي هي اختارت how old. ليش؟ بسبب ال is. ال is هي الدليل ما تي. How old is your brother؟ قد عمر أخوك. الدليل ماتي الـ is لأن وراء الـ how old يجيني is لو are فعل مساعد بينما وراء الـ how many يجيني اسم جمع بس جمع بنهايته. يقولك my father number two أبويا is لو are a doctor. الأب هذا يعني واحد مفرد ما بس. شون عرفته مفرد ما بس بنهايته father مفرد. شي أختار ويا المفرد is لو are. عفية أحسنتم أختار is number two is. نمبر 3 يقول لك I like like دليل ماتك like. ورا like ايش تختار للفعل مجرد لو مضاف الى ing. اها احسنتم. ورا like تختار الفعل مضاف الى ing driving. نمبر 3 driving. نمبر 4 يقول لك an engineer works المهندس يعمل on law in an oil refinery. وين يعمل؟ بالمصفى مال النفط. مصفى النفط نقدر نتخيل انه هو غرفة وبيها جدران وسقف. فش نخلي له هذا وحدود نخلي له on لو ان نختار ان. احسنتم. الان بس ويا ثلاث كلمات اللي هي الفارم المزرعة والرودز الشوارع والبيلدينج سايت القطعة مع الارض والات ويا ثلاث كلمات هوم وسكول وساعات بينما الان ويا البقية اللي صايرات على شكل غرفة و بها حدود. نمبر 5 يقول لك وي اول جيت اب لو جيت اب ايرلي ات 6 اوكلوك. احنا نستيقظ مبكرا الساعه 6. الوي من ضمائر الجمع اللي تريد وراها فعل مجرد. وين الفعل المجرد؟ هذا الجيت لو الجيت. اها جيت احسنتم. هاي جيت بها الشخص الثالث ما تفيدني اختار جيت اب. نمبر 6 يقول لك اي لو ماي ماذر از ا شوب اسيستنت. امي تعمل عامله في متجر مساعده بمتجر. ايش اختار اذا يا ضمير فاعل لو صفة تملك واجا وراها اسم. اختار صفة تملك ماي. ماي ماذا صفة تملك الام تعود الي. ما يصير اذا اختار الاي لازم وراها فعل ما تفيدني. هنا هم عندك تارك وحدة تجاوب خمسة تترك وحدة. السؤال اللي بعده question 2b السؤال الثاني فرع b الفانكشن وظائف. ايش مطلوب عندك؟ match وصل. match وصل التيمة تنقضي. match وصل the sentences الجمل in list A بالقائمة A to their responses لأجوبتهن in list B بالقائمة B. match 5 only وصل 5 فقط 10 marks من 10 درجات. قلتها عدة مرات اللي يسوي توصيل يكتب يجر خط من رقم 1 مثلا الحرف D اعطي 0 ليجر خط من رقم 2 الحرف C اعطي 0. لا تجر خطوط اكتب الرقم والحرف بترتيب وتنظيم واعتناء واهتمام. راح نبدي نحل question 2b number 1 راح يكون الحل مالتها دي. ليش؟ يقول لك I want to be a builder أنا أريد أكون بناء أبني. الدي اللي هي السبب مالتها because I want to build houses لأنه بسبب أنا أريد أبني البيوت. إذا هي المفروض هذا تفهم وتقدر تحل. إذا ما فهمتك الكلمات دليل هي تساعدك مثلا want ما متكرر هنا أنا want ما موجودة غير بس بهاي المكان فتقدر على أساس تعتمد. هاي البلدة كلمة build ما موجودة هنا أنا أبد بس بهذا المكان فأشرت لك همتين كدليل إذا تريد تحفظ وتفهم حتى. نمبر 2 يقول لك how many aunts do you have كم عدد الخالات العمات اللي تتمتلكها. ف how many تسأل على عدد يعني هناك بالجواب لازم تلقى لك فد رقم فد عدد. اكو اثنين بهنا ارقام بهنا اعداد.
يا هي راح اختارها، خل اشوف اذا انا ما افهم اشوف شيء بعد يساعدني، اشوف هاي كلمه هاف وين موجوده، موجوده هنا لا موجوده هنا، موجوده هنا. اذا الجواب الصحيح هو سي نمبر 2 سي، المعنى مالتها يقول لك اي هاف 3 اني امتلك 3، اللي بعدها يقول لك نمبر 3 وير داز ا فارمر ورك، اين يعمل المزارع. من تسال بدات السؤال الوير بالجواب لازم تلقى حرف جر واسم المكان اسم مجرور. فهنا أنا برايكم يا هي بها حروف جر يا هي من ذني اكو وحده الات واكو تو وكل اون اكو ثلاثه حروف جر، اذا يا هي هسه انا محتار بيناتن. ادور لي بعد شيء، الفارم الفارمر يحتاج لمزرعه يشتغل بها مو صحيح، ادور لي يا هي بها مزرعه ويا الات ماكو مزرعه ويا التو ماكو مزرعه ويا الاون اكو مزرعه، اذا الجواب مالتي صحيح هو الاي نمبر 3 اي. وبعد الورك هم متكرر بس هنا أنا. هاي هم تساعدني، يقول لك هي وركس اون ا فارم، هو يعمل في المزرعه على المزرعه. نمبر 4 يقول لك واتس يور دادز جوب، ما هي وظيفه والدك، وظائف تريد وظيفه، دور لي هنا اكو فد شي وظيفه عندك، بس الهاوس وايف وظيفه والاي تي بروجرامر وظيفه. زين هو كرجال الداد يعني فاذر شت ناس بش تحط له، تحط له هاوس وايف يعني هو يصير مريه ويشتغل، لو تسوي هو هيز الدليل على المذكر وهو انه مبرمج، اذا راح تختار له نمبر 4 هو اف هيز ان اي تي بروجرامر، هو مبرمج تكنولوجيا المعلومات. نمبر 5 يقول لك هو وركس ات هوم، من يعمل في المنزل، الهو تسال به عن الشخص العاقل، تذكر وراها لو اسم شخص لو وظيفته او شيء يدل عليه، فراح ندور هنا فد شيء اللي هي هاوس وايف ماكو غيرها. الهو يقول لك هو وركس ات هوم، والهوم من يشتغل بالداخل البيت هي قلنا الهاوس وايف، فنمبر 5 بي هاوس وايف. وال 6 يقول لك وات تايم دو ذي ليف هوم، ساعه بيش يا وقت هم يغادرون المنزل، التايم تريد لها وقت فاكيد 6:45 ساعه 6:45، ذي ليف هوم ات 6:45 هم يغادرون المنزل ساعه 46 دقيقة. عندك كلمة متكررة ذي متكررة والليف متكررة والهوم متكررة، هواي حلوة سهلة، بس أنا أتأكد لك إنه التايم ويا الوقت هاي بس أشرتها، أنت تقدر تأشر البقية. نمبر 6 هي أي بيها تارك وحدة، أيضا جوف 6 جاوب 5 ترك وحدة، من 10 درجات كانت كل وحدة لها درجتين. السؤال الثالث فوكابولاري المفردات، يقول لك fill in the blanks املأ الفراغات with the suitable word بال ومع الكلمة المناسبة لها. Do 5 only اعمل او اجب عن 5 فقط 10 marks مع 10 درجات. ما راح تملي الفراغات، ما راح تمليهن على غيبك، راح اساعدك راح اعطيك الكلمات بين اقواس اثنين فوق وانت تملي الفراغات اللي راح اعطيك اياهن. حاط لك اسهم دا اريد ادليك وحاط لك قوسين وموضح لك ذني 6 كلمات تحلهن ب6 فراغات. النيرس الممرضة، الهارد اللي هو صلب وقاسي القبعة راح تكون، والرايس اللي هو الرز، والجراند فاذر الجد، يانجا اصغر، والرودز الطرق الشوارع. فراح نجي نحل الفراغات، الكلمات قلنا مو على غيبنا مو عندنا، راح الكلمات نلقاهن هنا بس ننقلهن، بس لازم نملي بيهن الفراغ الصحيح لان كل كلمه تنحل مره واحده، الكل فراغ له كلمه واحده. نمبر 1 يقول لك a driver works on the، السائق اين يعمل السائق، فاكيد بالرودز الشوارع. راح اجي ارقم question 3 سؤال الثالث راح اعطيه نمبر 1 رودز احله برودز الحمد لله. نمبر 2 يقول لك وسامز فراغ از ا فارما، شو يصير من وسام، فد شخصيه من العائله من افراد العائله هو جراند فاذر جد وسام هو يشتغل مزارع فارما. نمبر 3 ا فراغ works in a hospital، من اللي يعمل بالمستشفى يا وظيفه هنا موجوده بس النيرس نمبر 3 نيرس. نمبر 4 يقول لك he is فراغ than me، الصفة مقارنة وده يقول هو أصغر مني ده يقارن، فهنا أنا ما عندنا بس صفة يعني الهارد واليانجر، مدام ذانا كوفا مقارنة يانجر راح اختار يانجر he is younger than me. نمبر 5 who wears a فراغ hat، من يرتدي قبعة اعطينا صفة القبعة اللي هي صلبة قوية قاسية a hard hat. نمبر 6 We grow فراغ in paddy fields، نزرع الرز في هذا المكان المخصص له اللي هو حقول الرز، اذا الرايس راح نزرع الرايس، هم اكو ترك وحدة تجاوب 5 ترك وحدة. السؤال اللي بعده question 4 A، السؤال الرابع A spelling اللي هو
الإملاء، التهجئة، الحروف النقص، والمعاكسات، والاختصار. يقول لك write the missing words، اكتب الكلمات المفقودة. answer 5 only، أجب عن 5 فقط. 5 marks من 5 درجات. نجي على نمبر 1، يقول لك هاي الكلمة بيها نقص حروف، أريدك من تحلها تكتب لي إياها الحروف النقص الكاملة بعد بدون أي نقص. فشلون راح تحلها؟ راح تكتب question 4A، سؤال الرابع A، بورقتك تترقم وده تحل number 1. راح تكتب لي رقم 1 uncle، حليت لي إياها كاملة. أنا مساعدك بحروف، تريد أنت تحط لي خطوط جوا الحروف النقص؟ أوكي، ما تريد، المهم تكتب لي الكلمة أريدها كاملة، إذا نقص حرف بيها واحد تروح من درجتك. زين، انتبه على الترقيم مالتك، اكو طلاب ما ينتبه، يقول مثلا الاولى ما اريد هذا اتركها، فشي يسوي؟ يبدي من الثانيه ويطي رقم اثنين، رقم يطي رقم واحد للثانيه على اعتبار انه هو عود الاولى ما يريدها. زين، انا شو معرفني انت الاولى ما تريدها وانت تريد تحل الثانيه، وتعطيني الثانيه تعطيها رقم واحد، مو هيك ما يصير. هسه انا من تعطيني يعني رقم اثنين، هسه الحل مال رقم اثنين هي سكول، اسكول اضافه ال او ان، اوفيس شو راح تنحل؟ راح تنحل ان اوفيس، هذا حلها. اذا انت تكتب لي رقم واحد وتقول لي ان اوفيس، انا ايش راح افتهم؟ راح افتهم انت رقم واحد حليتها، بدل ما تكتب انكل كتبت ان اوفيس، فاعطيك خطا، حرامات راحت عليك. فانتبه على الترقيم رجاء، اكو مدى ينتبهون دا يستعجل، صح السرعه مطلوبه بس الدقه ايضا مطلوبه، انتبه وركز. نمبر 3 هاي حليناها طبعا 2، نمبر 3 يقول لك ايزي هارد. شلون انا اعرف طبعا هذني اذا ما حد يقرا لي الاسئله ما حد يفهمني بهذا السؤال الاملاء؟ دا تجيني ثلاث كلمات وفراغ بكل نقطه، دا انتبه انه اكو ثلاث كلمات وفراغ، اول كلمتين بيناتهم فارزه صغيره، دا يقصد انه هاي السؤال وهاي حلها، ثالث كلمه وفراغها بيناتهم هاي فارزه ام النقطه، فارزه منقوطه، يقول لك يعني هاي السؤال واريد الحل عليك، هيك فكرتها. فالايزي هارد، الانترستنج السهل وصعب، الممتع ايش راح تكون؟ مالتها العكس، بورينج، ممتع وبورينج. الهي صارت هيز، اليو ايش راح تصير؟ الضمير صفه تملك، اذا هذا ضمير هاي صفه تملك مالته نفسه بس اضيف له ار، اليو تصير يور مال واتس يور نيم. الفايف يقول لك الاز صارت نوت، الاز والنوت العفو صارت ازنت، اختصارتها بدل ما كلمتين سويت كلمه واحده، حذفت حرف العله حطيت فارزه، فالاز نوت صارت ازنت. الار نوت ايش راح يصير؟ ارنت، اختصر الار والنوت، تختصر من الار والنوت، ما لك شغله بالنيتش عليك بالكلمه الثانيه، ونختصر الكلمه الثانيه. نمبر 6 يقول لك التيتش صارت تيتشر، يدرس يعلم صارت معلم مدرس، ضفت لها اي ار. الوايت ايش راح يصير؟ ينتظر راح يصير وايتا النادل، بس ضيف لها اي ار، حلوه وسهله بيها ترك واحده تقدر تترك، بس رقم وحل عدل. question 4 السؤال الرابع بي punctuation علامات تنقيط، اقول لك rewrite اعد كتابه the sentence الجمله using capital letters باستخدام الحروف الكبيره and punctuation marks وعلامات التنقيط 5 marks من 5 درجات. انا ايش اسوي؟ مو اكتب لكم منطق السؤال واكتب لكم جوا الجمله، فاللي ما يندل دا اكتب لها في خط اكبر، دا احط لها اسهم قبلها، سهم وراها، يدليك شلون تكتبها على الخطوط، احط لك صوره مع الخطوط على مود صح ما اقرا لك بس دا اوضح لك بالاسئله، والاسئله يعني واضحه تفهمك، هي الاسئله تقول لك انا هيك انحل، انه هذا مبين حتى اللي ما يعرف يقرا منطق سؤال يقدر يفهم انه هذه الجمله تعيد كتابتها على خطوط. والخط مع اللغه الانجليزيه، السطر باللغه الانجليزيه يتكون من 4 خطوط، راح نقسم الحروف عليها صاعده ونازله ووسطيه، وراح نراعي punctuation علامات تنقيط انه نبدي حرف كبير، اذا اسم علم وبلد جنسيه وحرف اي وين ما يكون لازم يبدي بدايتهم حرف كبير، ننتهي نسد الباب ورانا وننتهي بنقطه، راح نجي نحلها. question 4b رقمنا وراح نبدي نحل، انتبه على خطك حلو، اذا ما كفى السطر تقدر تكمل جوا بسطر ثاني، بس لا تسوي لي الكلمات مفرقه كل وحده بسطر، ولا تحطهن كل وحده بسطر وتسويهن مثل الدرجه، وطالب العام شو يسوي لي؟ كل كلمه يكتب ليها بسطر وينزل بيهن، ماكو هيك شيء، هو سطر واحد، اذا ما كفى كمل على السطر اللي وراه، بس لا تكسر الكلمه، مثلا كتبت احمد لحد الام ووقفت بعد ما يكفي،
فامسح عن الكتابتين واكتب احمد كلها اللي جوا. اذا هسه خلينا نجي نحلها. الاي سويتها اي كابيتال ما كانت سمول ما تفيدني، تفيدني الكابيتال. ليش؟ اولا لان بدايه جمله، وثانيا لانه هو الحرف اي وين ما يجي لازم كبير. فاي هاف من اقول لك اكتبه كبير كابيتال، مو اقصد كبر حجمه، لا كتبه بالشكل الكبير مالته، لان هو بي شكل يعني بي كابيتال وبي سمول. اكو طلاب يفهمون انه يكتبه بس الشكل مالته كبير، يعني يكتب لي هيك اي ايش كبرها ايش عرضها، اما اريد هيك الفكره، اريدها انه تكتبه بالشكل مالته مو بالحجم، الشكل مالته كبير. اي هاف، لان انتبه شلون شكلهن بالسطر الانجليزي حلو. انت اذا ورقتك مخططه عادي اكتب على الخطوط مالتها، اذا خطوط عربيه او خطوط انجليزيه ماكو مشكله، بس اذا ما مخططه الورقه فتخطط بالمسطره افضل. فراح ننتبه انه الاي حرف صعد ياخذ ثلاث خطوط الاولى، والاي حرف وسطي بس الخطين، والكيو حرف نازل ياخذ خطين ثلاث خطوط النازله. راح نجي هسه نفتهم الاي قلنا نسوي كابيتال، الهاف ما بها اي شيء لا اسم علم ولا بدايه جمله النقل، التو ايضا تنقل، الإراكي هاي جنسية والبلد يكون حرف الأول بس كابتل وأنقل الباقي، الكازنز أنقلها مالي شغلة بيها، رامي اسم ولد اسم علم، الآر أسويها كابتل وأنقل الباقي، الأند أنقلها بدون أي شيء، والأحمد الأي الأول من عنده اسم علم أسوي حرف كابتل كبير بالشكل وأنقل بقية الحروف، من أنتهي أسد الباب ورايا وحط نقطة أنتهي بالنقطة. ما بي ترك هذا ينحل كليته، ماكو ترك سؤال، ماكو ترك فرع باللغة الإنجليزية، اكو ترك نقاط بس بالخط والإنشاء ماكو شيء اسمه ترك تحل مثل ما هو. آخر سؤال والحمد لله راح ننهيها، question 5 السؤال الخامس composition الإنشاء، read the passage اقرأ القطعة about هبة عن بنية اسمها هبة، and write about yourself واكتب عن نفسك من 10 درجات 10 marks. طريقة الإنشاء علمتكم إياها، أكو كلمات نحولها وأكو كلمات ننقلها، إذا ضمير وفعل نحول، وإذا صفة تملك نحول، والبقية ننقلهن. هبة اسم بنية يعني ضمير مالتها شيء، إذا من أبدأ أحلها أحولها إلى I، والإز من أبدأ أحولها أسويها أم، لأنه كانت الإز ويا الهبة ويا البنية ويا الشيء، بينما الأم تجي ويا الآي. فهسه واحدة من التحويلات اللي هي هبة صارت اي، الاز صارت ام، a pupil ما لها شغلة لا هي ضمير ولا هي فعل فتنقل، نقطة النقل، الشي ضمير مال بنية راح احوله ضمير الي انا متكلم، ما اكتب اسمي من احشي عن نفسي، اكتب الضمير اللي يعوض عني فاكتب اي، والبعدها راح نجي نشوف الفعل lives بأس الشخص الثالث يتحول الى فعل مجرد، شغلته سهله بس امسح من عند الاس وانقله، الليفز صارت ليف، الويذ انقلها مالي شغله بيها، الهر صفه تملك احولها الى ماي، الفاميلي مالي شغله بيها لا ضمير ولا اي شيء، والان انقلها لا هي فعل ولا اي شيء، البغداد انقلها والنقطه انقلها. خلاص خمس تحويلات كل تحويله عليها درجتين وانتهى الحمد لله. ان شاء الله استفاديتوا، نسال الله دعاء، نسالكم دعاء، نسال الله القبول. اسف، تحياتي لكم، شاركوا لكي تعمل فائده.